بسوي تحدي تعرف على ما في الداخل. الحين 12 بوكس، اي ما ادري ايش داخلهم. ابغى ادخل ايدي. كم تقدر تطلعي؟ يمكن 6. يلا هذا الاول بيضه، بيضه الديناصور. بيضه بس ما ادري بيضه وش. بيضتين، هذا غلط. بيضه اوكي، بيضه بس مو بيضتين. أحجار. وشو طلع؟ أحجار. يلا اللي بعده، هذا غلط يعني. واحد من اثنين. عشب. عشب بسيط هذا. صار اثنين من ثلاثة. شاطرة يا جميل. أحجار كبير، مرة كبير. هذا مو أحجار كبير، واحد. حجاره هذه دي اللعبه كذي فرن فرن، يعني حديده، هي حديده اسمها، يعني ما اعرف اسمها بس اللي دخل زي التاس حديد. ايش اسمه ده؟ يعني تقريبا ترس، ما ادري ايش اسمه. حد هم ملمسه؟ اي هذه تشبه الصدفه شوي، كانها صدفه. سلحفة. يعني صدفة سلحفة نص ونص. صار أربعة صح الحين، ما في اثنين صح. هذا وين طولتي؟ وش صاير؟ فارة. شو؟ فارة فارة فارة. ما اسمها؟ ما اسمها؟ فارة اسمها. هذه دحم القديم اللي كانوا يقفلوا بالابواب. ايه قفل الابواب. قفل الابواب. اوكي هذه وصلتي لها ستة الحين. اوكي خلصتي نجحتي يعني. لا خلنا نشوف كم واحد اقدر. باقي اربعة عندك. هذا. جبتيهم كلهم يصيروا 10 ستة. ايش ذا؟ شكله حجارات. حجارات مرة ثانية، مرت علينا الحجارات. لا بس جبتها خطأ خالص. نفسه مكرر. هذا عجل ما ينحسب. خلني اشوف يمكن ده غير. ما ينحسب. اي وش ده؟ ايش هو ابر؟ لا. وش هو ينخز؟ ايش هاي؟ مسمارات. مسامير. مسمارات. مسكتي يعني انت تلمسها وعورت ايدي. مسامير. المفروض ما يحطوها، ما يحطوا عليهم ذات. دي وش؟ اشوف اجين قلناها. اي اشوف تكرروا حاجة. خلي اشوف. هذه بيضة ما يحتاج تكرر. مو بيضة. مو بيضة؟ شدي. اذا كرروا العشب بيكرروا البيضة. شدي. لا يا خلني لؤلؤة، دي اللي داخلها اللؤلؤة. محارة. محارة. شدي؟ محارة شو؟ محارة. محارة. لا فيها لؤلؤة. كم جبت؟ خلاص صار سبع ثمانية تسعة تسعة خلاص فزتي يعني ما مشيتي؟ متأكدة؟